بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم حضرت لكم تكتوكة بالكابويا والبصل والحار والفلفل الحلو، يعني جات ما شاء الله. نتمنى أنكم تشوفوا الفيديو للنهاية باش تتعرفوا كاع على تفاصيل تحضير هذه التكتوكة، وفرجة ممتعة. ندوزو مباشرة المقادير تاع التكتوكة بالكابويا. بسم الله، هاي ليك الكابويا، راني نقيتها وقشرتها، نحيتلها كاع هاذيك القشرة الخشينة. عندي زوج حبات بصل، حبة طماطيش راني قشرتها، زوج سنينة تاع الثوم، راس تاع الحار، والآخر تاع حلو. التوابل عندي فلفل احمر، كمون، كركم، عندي فلفل كحل، ملح والزيت. دوك انا ندير، بسم الله، ندير الزيت يسخن، ندير 5 مغارف تاع الزيت، خاطرش هاد التكتوكة راح طيب بالزيت، يعني ويلا خص نزيد لها قيس نص كاس تاع الماء، خلاص ما نديرش بزاف. دوك انا نقطع البصل هكا مدوره، هكا نقطعها هكا، من بعد هكذا نقطعو كاع هكا صغير كيما نقطعو البصل التكتوكه، برك هذا نديرو هكا صغير، ما نقطعوش بالطول بزاف هكذا. يعني تشكتوكه بالكابويا تجي هايله ما شاء الله، تجي بنينه. هكا زوج حبات متوسطين يكفو، ثاني على حساب الكميه تاع الكابويا، ولا كانت كابويا بزاف كتر من هذه الكميه نضعفوا المقادير. يعني رانا درناها في عدة وصفات، ومازال وصفات واحدة أخرى إن شاء الله. الكابويا يعني عندها عدة وصفات، درتها ديجا جواز، درتها تشكتوكا، يعني عدة وصفات ومازال إن شاء الله. هكا دوك نديرو في المقلاة، وليك الزيت سخن. نخليها هكا حتى يذبل في الزيت، وانا نقطع الراس تاع الحار والحلو باش نديرو كي يتقلى لي شويه البصل نديرو يتقلى مع الاخر. هكا اللي ما يحبش الحار ما يديرش الحار، نديري غير الحلو. نوليك دوك بعد ما ذبل راهو خلاص ذبل لي البصل، نزيد الحار والفلفل الحلو. نوليك نخليها كي تقل كمل يطيب مع البصل. عندي زوج سنينة تاع الثوم راح نكرفجهم في الميت. هكذا زوج سنينة تيكفو. الحبة تاع الطوماطيش
راح نقطعها هكا، نحيلها برك الزريعه هكا، نقطعها هكا صغيره. هكا مرصوات صغار، نخلي الفلفل حتى يذبل من بعد نزيد عليه الطوماطيش. هكذا دوك الفلفل والبصل خلاص راهم تقريبا ذابوا تماما. نزيد الحبه تاع الطوماطيش اللي قلت قطعتها مرصوات صغار. دوك نبدا ندير التوابل، ندير الملح، نزيد فلفل كحل، ندير هنا كمون، شويه كركم، قس مغرف ماشي معمر مليح، فلفل حمر، هكذا دوك نخليها تزيد تقلى شويه مع التوابل. انا نقطع الكابويا هكا، هكذا نقطعها هكا صغيره ورقيقه باش تطيب بالخف، يعني ما تبطش بزاف في الطياب. هكذا دوك ندير الكابولا، هكا نحركها كاع هكا مع التوابل والبصل والفلفل. درنا الحار، درنا الفلفل الحلو، دوك نخليها هكا واحد لخمس دقايق تتقلى مليح الكابويا مع التوابل والبصل والفلفل، من بعد نمرق بنص كاس تاع الماء. هاي ليك دوك الكابويا خلاص تقلات مليح مع التوابل، دوك نمرق بشوية تاع الماء. هكذا يكفي نص قس نص كاس تاع الماء، هكذا يكفي. نغطيها ونخليها طيب. هاي ليك دوك تكتوكا تاعي تاع الكابويا راهي واجده، شوفوا خلاص المرقه هذيك شربت هذيك نص كاس تاع الماء، خلاص هاوليك ما كاش فيها كاع الماء، لازم يبقى غير هذاك الزيت اللي درنا، الماء ما نخلوش هكا.
دوك نزيد عليها شويه فلفل كحل، رشه خفيفه هكا تاع فلفل كحل. هاكا نطفي عليها، من بعد نعاود نولي لكم باش تشوفوها في طبق تقديم ان شاء الله. هاوليك طبق تشكتشوكا راهو حاضر امامكم في طبق التقديم، يعني جات تشكتشوكا ما شاء الله بالحار والفلفل الحلو والطماطيش والبصل، يعني مزيج رائع. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه لانها تشكتشوكا فعلا تستحق التجربه بمواد سهله. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني باش يحقكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.